عند عامة الناس عند عموم الناس أن يطلقون على مناسبة البعثة كما هي هذه الليلة المباركة يوم المبعث. البعض يقول هو يوم الإسراء والمعراج، ولعل البعض لا يفرق في الواقع بين مناسبة البعثة ومناسبة الإسراء والمعراج. في الواقع هناك فرق، وليلة البعثة تختلف عن ليلة المعراج في تاريخ وقوع كل منهما. صحيح كلا المناسبتين متعلق ومرتبط بنبينا محمد. ولكن مناسبة البعثة في الواقع تختلف عن مناسبة الإسراء والمعراج. البعثة النبوية تعني الوقت الذي نزل فيه الوحي من قبل الله عز وجل، نزل فيه جبرائيل أمين وحي الله على حبيبنا ونبينا محمد. وأخبره عن الباري عز وجل بأنه نبي مبعوث لهذه الأمة. هذه البعثة، يعني ليلة مبعث النبي، الليلة التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه نبي من الله مرسل إلى هذه الأمة، هذه البعثة. بينما الإسراء والمعراج لا، الإسراء والمعراج يعني الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وآله من مكة، من المسجد الحرام، من البيت الحرام أو من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. هذه ليلة الإسراء والمعراج، وكلا الحادثتين حدثتا في وقت مختلف، مو في ليلة واحدة. المبعث، ليلة المبعث ما عليه علماؤنا تقريبا إجماع العلماء، علماءنا نحن، علماء أهل البيت، علماء الشيعة تقريبا إجماع إلا القليل، تقريبا يتفقون على أن ليلة البعثة كانت في 27 من شهر رجب، لو في مثل هذه الليلة. هاي تقريبا كل علماء، ما أقول كل لأن هناك من شد قليل جدا، يعني نقدر نقول يعني إطباق وإجماع علمائنا بنسبة 90 أو أكثر من 90% على أن البعثة كانت في 27 من شهر رجب، في مثل هذا الشهر العظيم، الشهر الحرام. بينما لدى إخواننا السنة مؤرخيهم يختلف الأمر، يقولون بأن البعثة ما كانت في شهر رجب وإنما كانت في شهر رمضان. يستدلون على ذلك بآيات من القرآن الكريم، يقولون هي البعثة، بعثة يعني إخبار النبي بأنه بعث إلى الأمة، وهذا صار متى؟ هذا صار لما نزل عليه الوحي وأخبر، نزل عليه الوحي بالقرآن. هم يقولون بأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن كان في شهر رمضان، وهذا صريح القرآن، صحيح القرآن يقول مثلا،
يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو إنا أنزلناه في ليلة القدر أو الآية الأخرى التي تقول ماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيقولون بداية البعثة كانت مع بداية نزول القرآن، يعني اليوم الذي بعث فيه النبي أخبر بواسطة الوحي أنه نبي هو نفس اليوم الذي نزل عليه الوحي بأول سورة من سور القرآن، كما عليه المؤرخون تقريبا كلهم حتى الشيعة، وهي سورة سورة العلق، اقرأ باسم ربك. زين هذا يقولون هو نزل في القرآن، نزل في شهر رمضان، ولأن بعثة النبي كانت بنزول أول آية بنزول القرآن عليه، فإذا بعثته كانت في شهر رمضان، هكذا يذهب علماء السنة. إذا هو في شهر رمضان، وفي أي يوم؟ لو في ليلة القدر. ليلة القدر متى؟ هي طبعا في العشر الأواخر. زين هذا كلام. احنا لما نخالفهم في ذلك شنو نرد عليهم؟ شنو أدلتنا يعني؟ نقول أولا لا تلازم، ما موجود تلازم بين البعثة ونزول القرآن، بمعنى أنه يمكن أن يبعث النبي قبل أن ينزل عليه القرآن. شنو المانع يعني؟ مو شرط أن تكون بعثة النبي في نفس نزول القرآن، يعني ينزل عليه الوحي اليوم مثلا بدون قرآن، وممكن لو ما ممكن جدا طبيعي، طبيعي جدا، بل ممكن وباحتمال قوي جدا، وهذا اللي صار أن الوحي نزل عليه أخبره بأنه نبي، أول ما نزل عليه أخبره بأنه نبي، هذه البعثة. بعد ذلك نزل عليه بالقرآن، بعد ذلك يعني أول ما نزل عليه الوحي أخبره بأنه نبي مبعوث لهذه الأمة، بس ما نزل عليه بشيء من القرآن، لا اقرأ ولا غيرها. بعد ذلك نزل عليه القرآن، يعني نزل عليه الوحي بالقرآن، فظل الوحي ينزل على نبينا محمد الله صلى الله عليه وسلم. قرابة شهر وعشرين يوم أو أكثر شوية تقريبا، لأن إذا قلنا إحنا كما سبق نزول القرآن كان في شهر رمضان، وفي أي يوم شهر رمضان؟ في ليلة القدر، كما تصرح لأننا نزلنا في ليلة القدر، وليلة القدر الأرجح أنها في وين؟ في العشر الأواخر، فتقريبا شهر كامل اللي هو شعبان سخب 27 رجب، قول من تبقى ثلاثة أيام، فلو بنحسب ثلاثة أيام من رجب وشهر شعبان كامل، وخذ منك بعد من أول شهر رمضان إلى تقريبا 20، فيصير الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله لمدة شهر وتقريبا 23 يوم أو أكثر، لأنه في العشر الأواخر ليلة القدر، هي في الليلة يعني مثلا 21 22 23، كان مرجح 23 فرضا، فتقريبا بقي الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله بعد أول ليلة بشره بها وأخبره بأنه نبي الليلة 27، ظل ينزل عليه بس بدون قرآن، ما نزل عليه شيء بالوحي بالقرآن، بس كان ينزل عليه يخبره ويقول له كذا بعض الأمور يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، بس مو ما كان في ينزل عليه بالقرآن. فمدة شهر تقريبا 23 أو 26 يوم كان ينزل الوحي، فما في تلازم، يعني تلازم ما عندنا ارتباط وثيق، ما دام نزل الوحي يعني نزل القرآن، لا مو شرط، مو شرط،
الوحي كان، ولذلك حتى بعد نزول القرآن كان مناسبات عنده ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، مو بقرآن يقول لي مثلا كذا حادثة هالشكل يسوي كذا، مو بقرآن تمام ولا لا؟ خب هذا حتى السنة يقولون مناسبات عدة نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وآله بأمور أخرى، يعني يخبر بأمور أخرى بكذا بس مو بقرآن، ونزل عليه أيضا بقرآن. فإحنا نقول أول دليل أن ليس هناك تلازم وارتباط بين نزول الوحي ونزول القرآن، يعني يمكن أن يفكك بينهما، يمكن أن ينزل الوحي بدون قرآن، وهذا اللي صار. إذن على هالأساس هذا أول دليل أن الوحي، أن جبرائيل عليه السلام نزل على النبي في ليلة 27 من شهر رجب وأبلغه وأخبره بأنه نبي مبعوث إلى هذه الأمة دون أن ينزل عليه بشيء من القرآن، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن القرآن صحيح يصرح بأنه نزل في شهر رمضان، في شهر رمضان، نزل في شهر رمضان، بس هل نزل كل في شهر رمضان؟ لولا نزلت منه أول سورة في شهر رمضان، البعض يقول أنه نزلت من أول سورة شهر رمضان، ومثل ما أقول هنا إطلاق الجزء وإرادة الكل، ما دام نزل أول سورة فهو أطلق الجزء وأراد به الكل، يعني جزء من القرآن نزل ويريد به كل القرآن، ممكن يصير خو هذا. فنزلت في أول سورة وأول آية اقرأ في شهر رمضان، بس مو كل القرآن نزل. فمعنى ذلك أن نزول القرآن كان متفرق، بداية نزول في شهر رمضان، يعني كان أول ما نزل في شهر رمضان، بس بعد ذلك كان ينزل متفرق، نزلت آيات مثلا في واقعة أحد، آيات في واقعة بدر، آيات في واقعة ليلة العقبة، يعني كانت تنزل بحسب مناسبات عدة، وهذا طبعا ما يقول بكل المؤرخين وكل المفسرين سنة وشيعة، يعني هلا يقول مثلا نزلت بمناسبة كذا مثلا، يعني مثلا افترض آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، احنا نقول بأن نزلت وين؟ وعليه كثير من المؤرخين نزلت في مناسبة أعظم مناسبة وهي يوم الغدير، تمام؟ سن هذا تقريبا في أواخر، هذا في أواخر حياة النبي تقريبا، أكو بس خلال هالفترة هذه، خلال 23 سنة من نبوة النبي محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كان القرآن ينزل على النبي بشكل متفرق، آية تنزل في أول سنة، في ثاني سنة، في الشهر الأول، الشهر الخامس، شهر السنة الخامسة، السنة العاشرة، خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، 23 سنة نزل متفرق. زين، إذا شلون يقول القرآن بأنه إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن كله في ليلة القدر؟ هنا احنا نقدر نوفق بين هذا، طبعا في آية أخرى يقول انه لا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فرقنا تفريق. ولكن هذا قلت لك نزول الآيات بحسب المناسبات، لكن القرآن نزل دفعة واحدة كما تحصرح إنا أنزلنا، الإنزال غير التنزيل، إنزال يعني ينزل دفعة واحدة، تنزيل يعني متفرق. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا متفرق، بس هنا يقول إنا أنزلناه دفعة واحدة، مرة واحدة نزل القرآن. شون هنا يقول نزل دفعة واحدة وبعد هناك يقول إحنا فرقنا، وبالفعل نزل حسب الحوادث كما ذكرنا، قول بأن نزل القرآن دفعة واحدة مرة واحدة، نزل من البيت من البيت المحفوظ إلى البيت المعمور، يعني من اللوح المحفوظ كان إلى البيت المعمور، هذا رأي موجود، هاي نزل دفعة واحدة كل
كل القرآن، ثم بعد ذلك نزل متفرقا، أو أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، نزل على قلبه دفعة واحدة في شهر رمضان. الأمين جبرائيل أنزل القرآن كل كامل على قلب النبي، حفظه النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك قام جبرائيل ينزل عليه بالآيات المتفرقة بحسب مناسباتها، ولذا كان من ينزل عليه، مما يؤيد هذا الرأي، أن جبرائيل إذا نزل على نبينا محمد، اللهم صل على محمد، بآية من الآيات في مناسبة معينة، النبي يسرع في قراءتها باعتبار حافظنها، هو حافظنها، لأن نزل القرآن كله على قلبه، حافظ القرآن كله. يعني مثلا نفترض نزلت آية مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يسبق النبي، يسبق جبرائيل، يكمل فأصلحوا بينهما فإن بغت هو فالوحنها، قال لي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا انتظر، لا تسبق الوحي. دليل أن النبي كان حافظ للقرآن كل كامل قبل أن ينزل عليه جبرائيل بالآيات بحسب زمنها، بحسب واقعتها، بحسب الحادث اللي ينازل فيه، كان يسبق الوحي. متى حفظ؟ متى حفظه؟ لما نزل عليه دفعة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر، نزل عليه دفعة واحدة، مرة واحدة. فإذا نزول القرآن هذا صار في وقت غير البعثة، ليلة البعثة. الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الأمين جبرائيل ليخبره بأنه نبي بدون قرآن، ولهذا رجع إلى بيته إلى خديجة. طبعا احنا حسب رواياتنا نشوف هذا الرواية اصلا احنا ما حد يراها من علمائنا، وبالفعل تخالف واقع النبي وتخالف حتى الوجدانيات، يعني اللي ذكروها السنة هم عندهم ذكروها كلهم، انه لما نزل عليه النبي جبرائيل، نزل على النبي صلى الله عليه وآله، هم قلت لك هم يقولون بان الوحي في نفس نزول القرآن، يعني اول ما نزل خبر بانه نبي نزل عليه بسورة اقرأ العلق، اقرأ باسم ربك، قال لي ما أقرأ، قال لي أقرأ بإذن الله، قال ما أنا بقارئ، قال لي أقرأ، قال إلا أن بعدين نقول خاف وارتعب وكذا ورجع خايف، روايتهم هالشكل، رجع خايف إلى خديجة مرعوب، شنو عندك كذا، قال والله نزل علي وحق، قال لي كذا، ما نعرف إني شنو أنا هذا، أخذت إلى عمها ورقة ابن نوفل، هاي كان عنده بعض الكتب مات الإنجيل من قبل كذا، بعض الكتب وعارف انه راح ينزل النبي، فقالت لي القضيه كيت وكيت، قال لي هالشيء، قال لي هو سأله اللي يجيك شلون شلون كذا، سأل اسئله، قال هذا هو الناموس الاعظم، هذا اللي كان يجي للانبياء والرسل، يعني ورقه بن نوفل هو اللي خبر بانه انت نبي، وما كان يعرف نفسه، تناقض، يعني من يصدقها هذه؟ يعني انت الان الوحي النبي بيبعث نبي وما يعرف عن نفسه انه هو نبي، شلون النبي يصير بعث وحي ينزل يقول له انت نبي؟ خلاص يحتاج الى اجي ورقة بن نوفل، لو غير ورقة بن نوفل، لو فلان لو علان، يقول لي اذا هذا الناموس هو، اذا انت نبي، انت نبي هذه الامة، هو ما يعرف عن نفسه، ذاك يجي يعرفه، معقول؟ كلام فاضي يعني. ها او يزيدونه يقول فغطه غطه وبعدين رجع وبعدين قام، كلام فاضي يعني لا ينسجم اصلا مع النبي صلى الله عليه واله ومع أهلية النبي للرسالة، بل مع طريقة الإنباء. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يبعث نبي يخلي ما يعرف عن نفسه، ما يعرف عن نفسه. موسى عليه السلام راح ولما وصار صوت الشجرة وكذا وطلع صوت من الشجرة، خلاص عرف أنه هو نبي، من ذاك الوقت عرف أنه هو نبي، أخبر أنه نبي. عيسى عليه السلام، إبراهيم،
يعني كلهم ذولا من ينزل عليهم الوحي أو يصير لهم شيء يعرفون بأنهم خلاص صاروا أنبياء، إلا أشرفهم وأفضلهم وأعظمهم ما يعرف أنه نبي. كلام فاضي هذا يا جماعة، هذا لا ينسجم لا مع، قلت لك مع يعني الله سبحانه وتعالى، شلون قلت لك يبعث واحد ما يعرفه، ولا مع النبي وقدسية النبي وعظمة النبي، ولا حتى مع طبيعة الأشياء. يعني الآن بطرش لي واحد روح أنت تصير سفير أو كذا، ما يعرف عن نفسه أنه هو سفير، ما بأخبره يعني أنه يحتاج إلى واحد يقول ها ترى هذا الرسالة دي عنه أنت سفير يعني، ها وما أنت ترى أنت سفير، يجي واحد ثاني يخبره، شنو هالكلام الفاضي هذا؟ ما حد يصدق يعني. النبي احنا عندنا لا، النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه الوحي وأخبره بالنبوة، طبعا بلا شك أخذته رهبة الوحي وكذا صحيح، لكن عرف أنه هو نبي، رجع إلى خديجة وأخبرها بأنه نبي، ولذا آمنت به في نفس اللحظة خديجة صلوات الله وسلامه عليها، أول من آمنت به من النساء، وعلي صلوات الله وسلامه على آمن به من الرجال نفس اليوم. ما كان هو ما يدري عن نفسه نبي أو لا، كان يدري وأخبر خديجة، وخديجة من أول يوم آمنت به وبنبوته وبرسالته. فإذا الإسراء عفوا المبعث، إذن يعني هذه النتيجة، المبعث كان في ليلة 27 من شهر رجب، وأخبر النبي أنه نبي وعرف نفسه أنه نبي وأخبر خديجة بذلك وآمنت به. القرآن نزل بعد ذلك، مو شرط أنه هو نزل عليه، وحتى يمكن أن يعني نقول يمكن أن ينزل الوحي بالقرآن عليه في تلك اللحظة، إذا قلنا أنه نزل على قلبه من ذاك اليوم، يعني نزل عليه الأمين جبرائيل ليخبره بالنبوة وبالقرآن كامل من تلك الليلة، عرف أنه نبي ومن تلك الليلة حفظ القرآن، لأن نزل عليه الأمين جبرائيل بالقرآن كامل على قلبه وحفظه النبي في قلبه، بعد ذلك نزل متفرغ. أو نقول لا، الرأي الآخر ما في تلازم بين البعثة ونزول القرآن، أول ما نزل عليه الوحي في 27 رجب فقط أخبره بأنه نبي، بعد ذلك نزل عليه القرآن في شهر رمضان، يعني بعد شهر تقريبا 20 يوم أكثر، 23-26 يوم. هذا المبعث، الإسراء والمعراج لا، مو نفس الليلة الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج كان بعد البعث يقينا وبلا شك. ليش؟ لعدة أدلة. أولا أن الإسراء والمعراج حتى السنة في رواياتهم كذا يقولون بأنه أسري به بعد أن كان نبي، يعني مو في ليلة اللي كان نبي، بعد أن كان نبي، هذا أول شيء أنا عند السنة والشيعة. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أنجي إلى أقوال المؤرخين في ليلة الإسراء والمعراج، وإن كانوا يختلفون في تحديد الليلة، ولكن يتفقون كلهم أنه كان بعد البعثة، أقصى ما هناك اختلاف في أي سنة، يعني بعضهم قال في السنة الثالثة، وهذا عند رواية تؤيده، من ضمن الروايات رواية عن ابن عباس، رواية عن علي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا عندنا رواية عن علي. بعضهم قال أنها في السنة الخامسة من البعثة، بعضهم قال لا في السنة العاشرة أو 11 من البعثة. القدر المتيقن أنه في أوائل البعثة، العاشرة و11 هذا بعيد، يعني إما في الثالثة في الرابعة في الخامسة، في أوائل البعثة. ليش نقول في أوائل البعثة؟ بس هو قلت لك بعد البعثة يقينا، بعد البعثة، بعثة في 27 رجب،
هو نزل بعد البعث في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في الأوائل في السنين الأولى. ليش؟ أولا الآيات التي ذكرت قصة الإسراء والمعراج هي سورتين طبعا نزلت فيها، تمام؟ في سورة بني إسرائيل أو الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر الآيات. وأيضا في أي سورة تعرفون بعد؟ في سورة النجم، أحسنت، في سورة النجم التي يقول فيها القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في هالسورة بإجماع المؤرخين سنة وشيعة أن سورة الإسراء وسورة النجم نزلتا في أوائل البعثة، يعني مو في السنة العاشرة أو الأحد عشر أو حتى السابعة، لا، قالوا في الأوائل، في السنة الأولى بعضهم قال في الثالثة في الخامسة في الرابعة، بس في الأوائل. فهذا يؤيد أن الإسراء والمعراج كان في أوائل. دليل ثالث أن الإسراء والمعراج كان في أوائل البعثة، إحنا مو عندنا رواية صحيحة عن إمامنا الصادق وغير من الأئمة اللي تقول بأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عقدت نطفتها من ثمار الجنة، تمام؟ سبعض الروايات تقول أن جبرائيل نزل عليه بثمرة من ثمار الجنة. هذه اللي تقول بأن فاطمة عقدت نطفتها الطيبة الطاهرة، وطبعا حتى الروايات في السنة موجودة، في رواية عن عائشة وعن غير عائشة يقول كانت تشوف النبي صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة، اتأذت من ذلك، هي معروفة بغيرتها على نساء النبي وعلى بنت النبي وعلى معروفة، يا كل حال ما شو تسويها، هاي غيرتها شو تسويها، احنا بعد غيرة المرأة كفر، يقول الإمام عليه السلام عليه تقول قلت للنبي انت شوف تكثر من تقبيل فاطمة دعوة يعني ليش؟ قال لأني أشم فيها رائحة الجنة. زين، فاطمة سلام الله عليها متى ولدت؟ احنا عندنا في رواياتنا الصحيحة ولدت بعد البعثة مو قبل البعثة. القول اللي يقول قبل البعثة هو عند العامة عند أهل السنة قبل البعثة بخمسين، وهي طبعا بعيد جدا. الراجح وأصح الروايات عندنا أن فاطمة ولدت بعد البعثة بخمس سنين، وهنا قول بعد البعثة بثلاث سنين، وعلى هالأساس عمرها 18 سنة، إذا قلنا أنه بعد البعثة بخمس سنين، تمام ولا لا؟ ولا غلطان في الحساب؟ إذا عقل بعد البعثة بخمس سنين النبي صلى الله عليه وآله بعثته، يعني طول البعثة ايش قصر؟ 23 سنة، 13 سنة في مكة و 10 سنوات في المدينة. زين، هذا بعد البعثة بخمس سنين، يعني مضى من بعثته خمس سنين، يعني شيل من 13 سنة خمس سنين، ايش قد تبقى؟ ها؟ تبقى لا من 13 سنة شيل منها خمس تبقى ثمان، ومنك عشر في المدينة عمر 18 سنة. فالأرجح لأن فاطمة سلام الله عليها ولدت بعد البعثة بخمس سنين، والبعض يقول أن نطفة فاطمة سلام الله عليها على بعض الروايات مو نزل بها جبرائيل، لا، كانت ليلة الإسراء، ليلة الإسراء هناك أكل من ثمار الجنة وتكونت نطفة فاطمة. فهذا هم دليل آخر على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة. على أي حال نخلص إلى نتيجة أن لا يكون عندنا خلط، ليلة المبعث غير ليلة الإسراء والمعراج،
ليلة المبعث كانت في 27 رجب، بينما الإسراء والمعراج كان بعد البعثة. بعد البعثة بثلاث سنين، بخمس سنين، بأقل، بأكثر، هذا اختلاف، بس هو القدر متيقن بعد البعثة. حتى عنده سنه بعد البعثة كان الإسراء والمعراج بعد البعثة، وأسري بالنبي صلى الله عليه وآله كما ينص القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. احنا طبعا عندنا رواية تقول انه أسري به من بيت أخت علي بن أبي طالب، أم هاني اللي تسمى هند، بس ما في تناقض لأن يطلقون على كل مكة هي البيت الحرام، وبيت كان في مكة يسمى بيت الحرام، يعني هم مثل ما أقول من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، في إشكال يعني، أو عفوا إطلاق الكل وإرادة الجزء، البيت الحرام ويقصر به اللي هو مكة، ومكة كلها تسمى بيت الله الحرام. ومن هناك طبعا عرج به إلى السماء. إذن هذه الليلة المباركة هي ليلة المبعث، الليلة التي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليكون هاديا للبشرية جمعاء، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نبي أتانا.